السلام عليكم. النهاردة هنشرح أول جزء في شابتر 10 في الموني اند بانكينج، وهو بعنوان A Bank Balance Sheet. أكيد طبعا كل بنك، وبالتحديد البنوك التجارية اللي هي الكوميرشال بانكس دي، ليها بالانس شيت. طيب عايزين نعرف يعني ايه بالانس شيت. انتوا المفروض تبقوا عارفين الحاجات دي من الأول، يعني من السنة اللي فاتت وكده، لأنها حاجات سهلة. طيب بس احنا عشان ماشيين كمنهج لازم الدكتور تشرحها تاني، عشان هي ملهاش علاقة بأي مادة تاني. تمام، بيقول لك ان البالانس شيت دي عبارة عن اكاونت بشكل تي، تمام، جزء فيه لايبيليتيز وكابيتال، وده اللي البنك بيملكه للناس التانية، يعني هو حاجة الناس التانية بس البنك هو اللي معاه الحاجات دي. والاسيتس اللي هي الحاجات اللي البنك بيملكها هو نفسه. تمام. وبعد كده بيقول لك الرول بتاعتها ان التوتال اسيتس ايكوال توتال لايبيليتيز بلس كابيتال. تمام. طيب ايه هو البنكس لايبيليتيز؟ طيب اللايبيليتيز اساسا اللي هي الديون او الحاجات اللي على البنك، اللي هي بتبقى حق ناس تانية اساسا، بس البنك بيبقى حاصل عليها من الناس، يعني عشان هو يشغلها ويتاجر بيها ويكسب وكده. تمام، وهي بتعتبر مصادر دخل متاحة للبنك، يعني مثلا البنك عايز يعمل حاجة، طيب ما هو الليابيليتيز تعتبر مصدر دخل جاي للبنك، فهو ممكن يستخدم الفلوس دي، فهو بيشغل الفلوس دي وبيدي نسبة لأصحاب الفلوس. بس بعد كده البنكس اسيتس، بنك اسيتس دي اللي هي الحاجات اللي بيملكها البنك نفسه، والبنك يعني زي ايه، يعني اي حاجة في البنك، يعني المكاتب بتاعة البنك، الكمبيوترات بتاعة البنك، اي حاجة في البنك دي تعتبر بتاعة البنك نفسه وتبقى اسيتس. تمام، لان هو مش مستلفها من حد وهي مش بتاعة حد، هي اساسا ملك البنك. تمام. بعد كده عندنا، انا مصور لكم سلايد من الفايل، كل اللي عليك ان انت تعرفه اهو متقسم الاسيتس 100% واللايبيليتيز والكابيتال 100%، كل اللي انت عليك تعرفه فيها النسب بتاعت كل حاجة، وكل حاجة من دول يعني مثلا الديبوزيتس والبوروينج وكده، كل حاجة من دول احنا هنشرحها بالتفصيل. فانت كل اللي عليك في انا عشان ما بقاش كنسلت سلايد، كل عليك ان انت تعرفه النسب اللي هي 66% و24% وهكذا. تمام. اول حاجة هنبتديها في الجزء ده البنكس لايبيلتيز، واول حاجة فيها الديبوزيتس. طيب الديبوزيتس دي احنا خدناها قبل كده في شابتر 3 اللي هي الودائع، وفي نوعين من الودائع، في اول نوع ترانزاكشنز ديبوزيتس ونون ترانزاكشن ديبوزيتس. تمام، اول نوع اللي هو ترانزاكشنز ديبوزيتس ده بيقبل شيكات، يعني هو النوع ده اساسا بيبقى فيه شيكات، ممكن تكتب فيه شيكات عشان الفلوس اللي معاك في البنك. تمام. فاول حاجه عندنا في الترانزاكشنز ديبوزيتس اللي هو الديماند ديبوزيتس، ودي خدناها برضو في شابتر 3، دي اللي هي الودائع العادية جدا وما بيبقاش عليها فايدة، يعني لما انت تيجي تسحب فلوسك من البنك ما بيبقاش عليها فايدة، وانت ممكن تحط فلوسك في اي وقت في البنك وتسحبها في اي وقت، يعني ممكن تحط فلوسك دلوقتي مثلا الجمعة تسحبها التلات، تسحبها لحد براحتك، هي كده كده ما عليهاش فايدة، يعني البنك مش هيحاسبك على كده، مش لازم تروح تقول للبنك انا رايح اسحب فلوسي. تمام. بعد كده عندنا انواع تانية من الـ checkable deposits، تمام، اللي هي الـ transactions deposits. زي ايه؟ زي اللي هي NOW super NOW والـ MM account. احنا خدنا الـ NOW دي في الشابتر اللي فات، تمام، فهو دي عبارة عن examples. طب هو عايز يوصل من انواع الحاجات دي ايه؟ عايز يقول لك ان الحاجات دي لما انت هتيجي تسحب فلوسك بيديك عدد شيكات معين كل شهر، يعني limited مش عدد شيكات unlimited. تمام،
تمام، وكمان بيبقى عليها فايدة. تمام، يعني هي بيبقى عليها فايدة، وكمان بيديك عدد شيكات محدد في الشهر. تمام، والناو والسوبر ناو والام ام اكاونت ان يو اس اي والكول اكاونتس دول امثلة بس. تمام، طبعا الناو والسوبر ناو احنا شرحناهم قبل كده في شابتر 3. ندخل بعد كده على النون ترانزاكشنز ديبوزيتس، ودي بقى نوع من الانواع اللي مش بيبقى اساسا فيها شيكات. يعني الترانزاكشنز ديبوزيتس كان فيها شيكات، النون ترانزاكشنز ديبوزيتس ما فيهاش شيكات. تمام، اول نوع عندنا اللي هو السيفنجز فيها، ده نوع بيبقى برضو طبيعي من غير شيكات عشان هو نون ترانزاكشنز، بس بيعرض عليك نسبة فايدة عالية اكتر من الودائع، يعني اكتر من الودائع اللي فيها شيكات. هو بيديك نسبة فايدة عالية جدا. تمام، بس هو قلنا عيبها ان هي ما فيهاش شيكات. بعد كده عندك التايم ديبوزيتس. التايم ديبوزيتس دي بقى باختصار هي برضو من غير شيكات، فبيقول لك بيبقى فيه كل ما سبت فلوسك اكتر مثلا في البنك هيبقى فيه فايدة اكتر، والناس ما ينفعش تسحب فلوسها مرة واحدة. يعني انت دلوقتي لو سحبت فلوسك مرة واحدة هتدفع عقوبة، لازم تدفع عقوبة ان انت سحبت فلوسك مرة واحدة، لازم تقول للبنك الاول، لازم تتفق مع البنك ان انا هسحب اليوم ده. وزي ما اتفقنا ان انت كل ما بتسيبها اكتر كل ما بيبقى عليها فايدة اكتر. تمام، بعد كده عندك السيرتيفيكيت اوف ديبوزيت، دي فيها نوعين احنا خدناهم قبل كده، اللارج دينومينيشن والسمول دينومينيشن. اول حاجة اللارج دينومينيشن قلنا اللي هي بتبقى بتساوي 100,000 دولار او اكتر من كده، يعني هي بتساوي 100,000 دولار اما اكتر، مفيش اقل. تمام، فبيقول لك والنوع ده من الشهادات ممكن يتباع في الموني ماركت زي ما قلنا قبل كده قبل موعد الدفع، وما فيش عليه عقوبة، وبتبقى مدتها سنة او اقل. يعني دي بتبقى مدتها ان انت تدفع سنة او اقل. تمام، بعد كده عندنا السمول دينومينيشن، ودي بتبقى اقل من 100,000 دولار. تمام، ودي ما ينفعش تتباع قبل التاريخ الدفع بتاعها، لازم تدفع، لازم الشهادة دي تدفع. تمام، يعني ما ينفعش انا اجي قبل ميعاد الدخل اروح ابيعها مثلا في الموني ماركت زي اللارج دينومينيشن، ما ينفعش، لازم تدفع الاول. تمام، وملهاش تاريخ محدد، يعني ما ينفعش اقول ان هي اقل من سنة، ده هي ممكن تبقى 3 سنين 4 سنين 5 سنين كده. بعد كده عندنا بعد ما خلصنا الديبوزيتس عندنا البوروينج. تمام، طيب ايه البوروينج؟ اول حاجة فيها the central bank اللي هو البنك المركزي. طب هو يعني ايه اساسا البوروينج؟ يعني انا دلوقتي كبنك عايز فلوس، محتاج فلوس، الفلوس اللي معايا ما تقضيش الحاجة اللي انا هسددها للعملاء، وما تقضيش المرتبات، وما تقضيش حاجات كتير. تمام، يبقى انا عايز استلف، يبقى عندي اول حاجة السنترال بنك، البنك المركزي. البنك المركزي بيسلف البنوك التانية عادي، وهو اللي بينظم الفوائد وكل حاجة في البنوك التانية، وهو اللي بيحط القواعد بتاعة البنوك كلها. هو البنك المركزي هو الرئيسي في كل حاجة، وخلي بالكم ان البنك المركزي ما بيتعاملش مع اي جمهور، البنوك التجارية اللي بتتعامل مع اي جمهور. طيب ما هو عشان يستل البنوك العادية، عشان تستلف من البنك المركزي لازم تبقى ماشية كويس جدا على كل حاجة او كل قاعدة حطها البنك المركزي. لو ما حصلش كده البنك المركزي هيرفض يسلف البنك ده اي فلوس. تمام، بعد كده عندنا حاجة تاني، ان بنك تاني يعني بنك عادي مثلا كيو ام بي يسلف السي اي بي مثلا. تمام، فهنا قلنا بنقول يعني الاذر بانكس دي لما هو بنك تاني يسلف بنك تاني.
تمام. فهنا بيقول لك ان البنك بيبقى مجبر، يعني البنك اللي بيستلف ده بيبقى مجبر ان هو يسدد الفلوس تاني للبنك التاني ده في خلال سنة، لازم عن طريق ال purchase agreement ال repurchase agreement. طيب هي اساسا كانت ايه؟ احنا خدناها برضو الشابتر اللي فات، بس هي عبارة عن انت بتاخد الفلوس قصاد حاجة تضمن البنك التاني انك هتدفع الفلوس دي، تمام. طيب عندك بين قوسين كده تحت بيقول لك لايبر وبايبر ونايبر وسايبر، دي انت مش لازم تعرف ايه دول، يعني حتى الدكتور قال كده برضه، الدكتور قال كده تمام. انت تعرف اسمائهم بس، يعني انت كل عليك ان انت تحفظ اسمائهم. دي اسماء اتفاقيات او حاجات حصلت قبل كده او مش حصلت قبل كده، يعني هي بتحصل عادي، يعني هي اسماء اتفاقيات عادي ما بين البنكين مثلا او كده، تمام. بعد كده عندنا الـ other liabilities، يعني الـ liabilities الباقية، ودي بتبقى شاملة كل التزامات البنك ناحية الناس التانية، يعني كل حاجة البنك خدها من الناس، زي مثلا الحاجات اللي استلفها في كل في أي معاملة مالية قبل كده، يعني أي حاجة باقية للناس عند البنك هي دي تعتبر other liabilities، تمام. آخر حاجة قبل ما ندخل على اخر بوينت الكابيتال. طيب ايه الكابيتال؟ دي الفلوس بتاعت اصحاب البنك نفسهم اللي هم اساسا المساهمين اللي هم الشير هولدرز اللي هم معاهم اساسا اسهم في البنك، ودي بتساوي الفلوس اللي موجودة كلها اساسا في البنك زائد الارباح المتبقية في البنك. يعني الكابيتال بتساوي الشير توتال فاليو اللي هي الفلوس اللي موجودة كلها او اللي هي قيمة المساهمين كلهم، الفلوس اللي موجودة كلها دي، والاكيوميليتد ريتين بروفيتس يعني اللي هي الارباح المتبقية في البنك. اخر حاجة عندنا البنكس اسيتس. طيب هو بيقول لك ان البنكس اسيتس بتتصنف على ثلاث حاجات. اول حاجه الليكويديتي اللي هي السيوله، دي انت تقدر تحول الحاجه لكاش، يعني هي قلنا قبل كده ان السيوله اللي هي ان انت تقدر تحول اي حاجه لكاش بسهوله، تمام. فبيقول لك انها لازم تكون موجوده في البنك عشان الناس بتسحب فلوس كتير، يعني انا دلوقتي بسحب 100,000 جنيه، جيري بيسحب 1,000,000 جنيه، جيري بيسحب 3,000,000 جنيه، جيري بيسحب 50,000 جنيه، فلازم يكون في سيوله في البنك كتير. تاني حاجة الـ earning enough income to اللي هي الـ profits. الـ profits طيب دلوقتي الـ profits لازم الحاجات دي تغطي كذا بوينت. أول بوينت فيها اللي هي الـ banks operative cost اللي هي ايه؟ اللي هي salaries branching، يعني مثلا زي المرتبات، الحاجات اللي هي مصاريف البنك والحاجات اللي لازم البنك يصرفها ضروري. بعد كده لما توزع الفلوس على المساهمين اللي هم الشير هولدرز، بعد كده لما تدفع الفايدة للناس اللي حاطة فلوس عندك في البنك، بعد كده المكاسب الباقية في سنين الخسارة. يعني ايه المكاسب الباقية في سنين الخسارة؟ يعني انت اكيد في سنين ما بتكسبش، تمام، فبيبقى في فلوس انت حاططها من مكاسب اساسا كانت موجودة قبل كده في سنين انت خسرت فيها، البنك خسر فيها. اخر حاجة الريسكس اتشيف سيف انفستمنت ويز مينيمم فاينانشال ريسكس، يعني انت لازم تحقق استثمار كويس جدا بخطورة محدودة، يعني انت ما تخسرش، بس طبعا زي ما قلنا كل ما الريسك كتر المكسب هيكتر، طبعا عشان ده بنك، يعني فهو عشان كده بيقول لك مينيمم فينانشال ريسكس، يعني انت لازم بتعرف ازاي تحقق استثمار جيد بريسكس قليله جدا، مش قليله جدا يعني محدوده، يعني مش ماكسيمم بس مينيمم كده يعني، تمام. وكده خلصنا اول بارت شابتر 10 في موني اند بانكينج. ربنا معاكم.